لا يترك كيان الاحتلال الصهيوني فرصة إلا واستغلها من أجل إسكات صوت الأذان المنساب من مآذن فلسطين بالرغم من ويلات الأسر والاحتلال. مشروع استيطاني جديد يهدف لتغيير معالم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. جرافات الاحتلال شرعت بتجريف أراض في ساحات الحرم الإبراهيمي وسط تحذيرات من أن يكون الهدف تنفيذ خطة استيطانية لتغيير معالم الحرم والبدء بتطبيق مسار سياحي استيطاني وتركيب مصعد كهربائي. وزارة الأوقاف الفلسطينية نددت بالحفريات الصهيونية مؤكدة أن المسجد الإبراهيمي يتعرض لهجمة كبيرة تستهدف تهويده وتغيير معالمه لتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد في محاولة لتوسيع مخططات الصهاينة للتقسيم الزماني والمكاني للحرم عبر الاستيلاء على ما يقرب من 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقه، ما دفع الوزارة الفلسطينية إلى الدعوة للوقوف بقوة في وجه تلك المخططات الصهيونية الخبيثة. نحن في وزارة الأوقاف نناشد كل أهلنا في محافظات الضفة والمؤسسات الرسمية أيضا بالحضور والتواجد في الحرم الإبراهيمي اليوم وللرد على الاحتلال من خلال الفعاليات لتجميد أو كبح جماح الاحتلال بالتوقف عن هذا المشروع الاحتلالي الغاشم. كما دعت الأوقاف الفلسطينية المجتمع الدولي ممثلا بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو إلى التدخل لوقف تنفيذ المشروع الصهيوني، لا سيما أن المنظمة الدولية كانت قررت قبل 4 سنوات إدراج الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل على لائحة التراث العالمي، ما يعني أن أي تنفيذ لمخططات الاحتلال يعد اعتداء صارخا ليس على الفلسطينيين فقط وإنما على التراث الثقافي العالمي، غير أن الشعب الفلسطيني يبقى بيده وحده قرار إفشال المساعي الصهيونية ليؤكد من جديد أن لا قوة في العالم تستطيع أن تجبر صاحب الحق على التنازل عن حقه في الأرض والهوية والتاريخ.